السلام عليكم. هذه شتلات ونبتات صغيرة وعقل قمت بإكثارها في فصل الصيف، أوائل الصيف طبعا وأواخر الربيع مع بداية سقوط أمطار الخريف. اليوم شهدنا أمطار في الصباح واستمرت حتى هذا الوقت أمطار ما شاء الله. طبعا في مثل هذه الأجواء وبعد سقوط الأمطار يجب أن أتفقد طبعا نباتاتي، خصوصا الشتلات نقوم بتفقدها. انظروا نجد الماء، المياه مثل هذه، أقوم بسكب الماء حتى لا تتضرر الشتلات الصغيرة، إنها نباتات ضعيفة. هكذا كل إناء نجد فيه المياه نقوم بسكب الماء منه حتى نقلل من تجمع المياه. هذه شتلة قحوانديزي، المكحلة انظروا ما شاء الله، بعض النباتات الصغيرة. طبعا الأمطار غسلت كل غبار الصيف، أقوم دائما بتفقدها خصوصا بعد سقوط الأمطار. هذه الميرامية، العطرشة والمكحلة، وضعت كل الشتلات بجانب الحائط، هنا يوجد مياه نقوم بسكبها من الأواني. تفقد كل الشتلات والنبتات الصغيرة، كل ما نجد مياه نقوم بسكبها، ننقص المياه من الأواني حتى لا تتأثر النباتات، هي ضعيفة نوعا ما صغيرة. هكذا نتفقد النباتات الصغيرة بعد سقوط الأمطار. هذا السرخس هكذا انظروا، هذه عقلة أجنحة الملائكة قمت بإكثارها في الصيف وباستعمال جل الألوفيرا. انظروا هي ناجحة ما شاء الله، بيجونيا أجنحة الملائكة. طبعا الشتلات وضعتها على جانب الحائط حمايتها طبعا من أشعة الشمس، هذه المرة نحميها طبعا من الأمطار الغزيرة. أحاول هذه شتلة أو عقلة وينكا، غرستها في الصيف ونجحت باستعمال طبعا جل الألوفيرا. هذه الأخرى أيضا ناجحة وينكا إن شاء الله. هذه كلها عقل ناجحة وشتلات لأزهار، نبتات زينة، العنكبوت. طبعا هذه التراديسكانتيا المعبرة، نوع الأملس هذا، والكاليس الرائعة أيضا. انظروا كم هي رائعة، ها هي ما شاء الله. طبعا أخذت قطعة صغيرة، انظروا كيف أصبحت، نمت بسهولة وبسرعة، كانت في الظل طبعا خلال الصيف. طبعا أتفقدها حتى لا يغمرها الماء، ما شاء الله هي بجانب الحائط كلها. انظروا أوراق المكحلة نظيفة، صارت نظيفة، مياه الأمطار غسلت كل غبار الصيف. السرخس ما شاء الله رائعة ما شاء الله، كل النباتات رائعة. طبعا اليوم لم أقم بالري، طبعا الأمطار غسلت كل الغبار وقامت طبعا، كان ري رائع. طبعا أحاول دائما أن أعتني بالشتلات وأحميها من تأثير المياه الغزيرة وتفقد كل الأواني. هكذا نتفقدها، من لديه شتلات يجب أن يتفقدها أثناء الأمطار حتى لا تتضرر. انظروا إلى المياه بدأت تتراكم، سأحاول طبعا إبعاد نباتات هذه الشيبة الرائعة. عقلة ما شاء الله أصبحت كبيرة، نباتات الشيبة ما شاء الله.
تصبح بحجم شجيري. هذه عصيات عفوا طروح الجلد النمر وطبعا الكالانشو، كلها عصريات جمعتها مع بعضها جانب الحائط. طبعا هذه خلفات الألوفيرا، ودي بيغونيا وعقل لنبتات أخرى مثل دموع الطفل، ودي أوراق ناجحة كما ذكرت في السابق للجلد النمر، وهذه عقل. انظروا هذا لوح من الصبار، عملت لكم عليه فيديو سابق، انظروا ماذا أخرج، خرج لوح جديد، انظروا نجح، بدأ ينمو. أحاول إبعاده أيضا عن الأمطار، وهذه دموع الطفل، عقل، عقلة تونكا، وبعض العقل لأنواع أخرى كثيرة من النباتات.